أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما هو الكتاب الذي تنصحون بقراءته لطالب علم المبتدئ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هو؟ نعم، يقول: ما هو الكتاب الذي تنصحون بقراءته لطالب علم المبتدئ في سيرة المبتدئ؟ المختصرات، مثل هذا المختصر الذي بين أيدينا، ومثل الفصول لابن كثير. نعم نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: عندي أنا خبره، ما أدري إلى الآن، خبره في المعاهد العلمية فيها مختصر للسيرة، نقرأه، ولا ما أدري ولا يزال مقررا ولا رفع. هذا شيء طيب، كنا قرأناه واستفدنا منه. نعم.